من أشهر النجوم الحسابية عند أهلنا الأولين الله يرحمهم الثريا، فعن طريقها يعرفون بداية وشدة ونهاية الحر والبرد، فإذا شاهدوها قبيل شروق الشمس شرقا هذا دليل على بداية الحر مربعانية القيض، وإذا شاهدوها قبيل شروق الشمس فوق الرأس دليل على شدة الحر جمرة القيض، وإذا شاهدوها قبيل شروق الشمس غربا دليل على نهاية الحر اللي هو موسم مرخيات القلايد. قضى الصيف عن جرد السبايا ولا بقى من القيض إلا مرخيات القلايد. والقمر والثريا من متلازمات الحساب عند العامة، فإذا وقع القمر بجانب الثريا في الليالي الفردية قال العامة هالقمر قارن الثريا، والثريا نشاهدها سبعة نجوم، والعلم الحديث أثبت أن الثريا عبارة عن سديم، والسديم هو المكان الذي يحتوي على ملايين النجوم، ولهذا العرب سبق العلم الحديث في معرفة ماهية الثريا، ولهذا أسموها بالثريا مأخوذة من الثراء وهو الغناء الفاحش، فالثريا غنية بنجومها، إذا ما الثريا في السماء تعرضت يراها حديد العين سبعة أنجم على كبد الجرباء، وهي كأنها جبيرة در ركبت فوق معصمي.